ده شاطئ الحنكراب، عبارة عن خيم كده زي ما انتوا شايفين. شاطئ حنكراب ده من ضمن الأماكن الحلوة اللي انت يعني لو عايز تروح شاطئ في مرسى علم تيجي هنا. المية هنا ما شاء الله جميلة، والرملة بيضة مش زي بقية الشواطئ التانية، رملة لونها أصفر. لا تبقى منظر حلو برضه، جزيرة صغيرة وسط المية. يلا بقى نغير هدومنا وننزل في المية شوية. جميل وهادي والميه بتاعته مش غويطه، حسوا كمان انه مش في حته مقطوعه، لا في عائلات كتيره وزحمه وعربيات وكده، يعني مش زحمه قوي، يعني في على الاقل هنا 6 عربيات 6 عائلات، فالمكان شايفه جميل. يعني اللي يجي مرسى علم يشوف الميه النظيفه هنا، ميه جميله وصافيه، والدنيا هنا هاديه جدا جدا جدا، حاجه كده هدوء يعني ما بعده هدوء استجمام. ودي برده حاجات تذكاريه لو انت عايز تشتريها زي اللي كان موجود عند النايزك. اهم حاجه ما تنساش قبل ما تيجي شاطئ حنكراب وقبل ما تروح شاطئ الجلعان اللي عنده شجر المنجروف دوت، لازم تيجي هنا عند محميه وادي الجمال وتدفع الرسوم عشان تقدر تخش الشواطئ ديت، محدش يعني يعترضك وكده وانت معاك التذكره يعني. بس لما جيت هنا ادفع الرسوم لقيت في حاجات متحنطه، سلاحف متحنطه وظهر السلحفه وبيبي شارك وحاجات كده شكلها حلوه. تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي جوه، بعد كده نطلع بقى على شاطئ القلعان عند شجر المنجروف. يلا بينا.